السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نوجدوا واحد جوج ديال الغديوات، غديوة بالدجاج وغديوة بالحوت. صراحة ما كناش غنشاركوا معكم الوصفة، وانا نقول علاش ما نفيلميش، ما فيها باس شارك معكم وصفات واخا بسيطة. اختي غادا توجد طاجين بالدجاج وخيزو والفلفلة، فلفلة حلوة. ها هما هنا وجدنا المقادير، فلفلة حلوة حمراء، وانا غدا نوجد واحد الحوته ان شاء الله، لان كاين اللي كياكل اللحم وكاين اللي ما كياكلش اللحم. انا ولدي ما كناكلش، ولدي الكبير ما كياكلش اللحم، يعني اللحم كامل. يلا امينه اجي، الله يعطيك الصحه. دونك غنبداو نصايبو شرموله. السلام عليكم، بعدا نسيت. اهلا وسهلا. غنبداو نصايبو شرموله ونديرو فيها السكنجبير عرق، وغنديروا فيها الكركم حتى هو عرق، وهنايا الثومه مطحونه. صافي، ومن بعد غنديروا ثاني معلقه اخرى، باش ما تصدعيش ثاني معلقه كاين. هنا غنديروا الفلفل الحار، يلا سير ديروا معلقه فلفله حمراء. انا يعني مولفه ندير صباع، ها مولفه ندير صباع ياك. عز عليا. معلقه د الملح. صافي هاديري ما غات الدجاج غسلناه مزيان، ودابا غنطحنوا الشرموله ديالنا. حيت غادي بالنسبه للبزار ما غاديش نستعملو ياك، حيت درنا الفلفل الحار، غنديروا الفلفل الحار من بعد. من بعد غنزيدو. سمحوا لينا الا كان واحد شويه الصداع. المهم ها هو دابا الدجاج كي غسلناه بالحامض والليمون والمليحه، انك مرقد لي كامل في الملح والليمون، ريحته زوينه. المهم هنا ها هو هذه الشرموله ديالي، هي وجدات. دابا غادي نشرمل الدجاج. المهم هاد الدجاج تيجي شويه احمر، ماشي ماشي صفر. بسم الله، باش تجي البنه. غدا مشترك. كله غدا. انت غداك حوت وحنا غدانا دجاج. انا وجد، انا كنوجد دابا في المقادير ديال شرمولتي. هادشي صافا ربيع. هنا القزبر والمعدنوس ما بغاتش طحنو باش ما يجيش خضر. غتجي لها شرموله خضراء. صافي هنا شرملتي امين. هنا شرمله الدجاج ونحطوه فوق البصله. شحال من بصله قطعتي؟ درنا اربعه. اربعه عادي البصلات. دابا كنا غنديروا الطاجين بالفاخر وكلشي، ولكن بقينا على الهضره مابقاش لنا الوقت، داكشي باش غنطيبو هنا. صافي هادشي اللي كنا مبرمجين، ولكن مابقاش الوقت. صافي دابا نشعلو، نقصو عليه ياك، نقصو عليه، ولكن واخا هكا كنقصو البوطا، نطيبو طيب الطاجين. نخليو يطيب بالمهل. مرة تقريبا الطريقة ديالنا متشابة، في انا ما تنديرش القزبر والمعدنوس دابا، تنديرو حتى الاخر. سمحوا لي في الاول كنت ناسيه، ما كنتش مركبه الميكرو، يقدر يكون غيجي الصوت في الاول ديال الفيديو ناقص. هنا غدا ندير الشرموله ديال الحوت. استعملت هنايا هاد الثومه هادي، وكتاخذوا على حسب الحجم ديال الحوته. وهنا غدا ناخذ هاد طريف ديال الزنجبيل، وهنايا هاد الكركم اللي هو الخرطوم البلدي. غدا ندق هادشي هو الاول، عاد غنزيد عليه التوابل. صافي دابا ملي طقيت هاد السكنجبير الزنجبيل، غنزيد الملحه على حسب الذوق، غنزيد حتى الفلفله حمراء. صافي هنا ملي خلطت
المكونات كاملين. دابا غنعصر شويه ديال الحامض، حط نص حامضه هكداك. غنزيد هنا عندي نص بصيله حمراء ولا اي بصيله بغيتو، وهنا الفلفله حاره، الفلفله حاره داكشي باش ما غاديش نستعمل البصل. وهنايا عندي مطيشه مجففه، تقدروا تستغنوا عليها الا ما كانتش عندكم. نخلط مزيان، وغادي نزيد هنا كاوكاو الحوته ديالي. راني دابا قبايله دهنتها بالحامض، دابا غنخلط. هنا من بعد ما خلطت كلشي غنزيد قزبر المعدنوس، كنت غنمسح فوالا. انا كنستعمل غير المعدنوس عاد القزبر عاده. دابا كانوا مخلطين داكشي باش نستعمل بجوج ماشي مشكل. صافي، وغادي نبدا نعمر الحوته بهذا الخليط هذا، كتجي لذيذه بزاف. هاد الحوته كتجي بنينه، داك الكاوكاو كيعطيها واحد اللذه. كاوكاو محمر محمص، الفول السوداني هو كاوكاو. والحوته راني كنت ما عرفتش واش قلتها ولا مابقيتش عاقله، كنت يعني رقدته حتى هو في الحامض. حوته رقدته الصباح في الحامض باش ما تجيش زفره. صافي، غادي نعمر من الداخل، نحاول نشرملها كامله. وهاد الحشوه هذه اللي كتبقى ليا، هاد الشرموله اللي كتبقى كنعمر بها هنا الداخل. يعني شرمونه وفي نفس الوقت حشوه، لانها كتجي لذيذه بزاف. هذا الكاوكاو اللي كنزيدو كتجي لذيذه بزاف. وغنشرملها حتى من التحت، قلبها نشرملها من التحت. غنزيد هنايا هاد الطريفات ديال البرتقال، غير باش غيعطيوني غير نسمه ديال البرتقال، من بعد غادي نحيدو. غنسمو هاد الحوته بالبرتقال. صافي، عاده راه كنفتحها كامله، هاد المره ما فتحتهاش كامله، كنفتحها كامله. هادي ما زولناش ليها السلسول. غناخد ازير حتى هو، عرفتوا ازير النكهه ديال الازير كتواتى مع البرتقال. صافي، هادشي كله يعقل على قبل باش ينسم لينا الحوته. صافي، دابا طيبنا الخبز، الفران راه سخون، غادا نلففها بهاد الورق وغادا ندخلها طيب ان شاء الله. غتاخد عاده كتاخد من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه قد هاد القياس ديال هاد الحوته هادي. ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الطاجين ديال امينه. المهم امينه دابا مشغوله. امينه نعم، دابا نحط خيزو هي رامي كلشي هذاكشي اللي موجود. صافي، هنا درت خيزو، وهنايا غادي ندير هاد الدجاج يتحمر في الفران غير شي شويه ماشي بزاف باش ما ينشفش. صافي، وهنا غادي ندير فلفله حاره والحامض المصير حتى امينه. صافي، انا الحوته ديالي راه هكا طيب في الفلو بالفلو، راه كطيب درتها كطيب. وهنا عندنا فلفله مشويه. هنا شحال من فلفله امينه؟ ثلاثه. درت ثلاثه، وي ثلاثه. ثلاثه شويتهم غير في البوطه، غير هنايا في هذه البوطه ديال الضو. صافي، دابا غادا نخليو هادشي يطيب بالمهل، والدجاج غادا نديروه يتحمر. باش نعاود لكم شنو درنا خيزو، الحامض المصير، والفلفله حاره،
وهاد الفلفله مشويه، الفلفله عاديه فلفله حلوه مشويه، ثلاثه ديال الفلفلات صافي. دابا غنخليو هاد الشيء يطيب. كنا ما كنزيدوش الماء بالمره، انتم شفتوما غير ديك الماء اللي طلقات البصيله صافي، باش تجينا المريقه معلكه وتجي زوينه صافي. غنخليوها دابا طيب. قبل ما يبرد راني سرعت بالسرعه يعني في طريقه التقديم. المهم راه تشاركت معكم طرق عديده ديال الحوت معمر. نتمنى ان شاء الله هاد تجربوا هاد النوع هذا. هنا هذا اللي زدت هنايا غير الفلفله مشويه فقط، يعني مع شويه ديال زيت الزيتون والقزبر وشويه ديال الثومه صافي. هنايا هاد القوقره تشاركتو معكم. غنخلي لكم الرابط ان شاء الله اسفل الفيديو صافي. هذا مكان. دابا غنمشيو نحطوه، ندوزو باش نحطو الطبق الثاني صافي. ها هو الدجاج طاب اللي بخيزو والفلفله، حتى الاخير عاد كنزيدو داك الفيلي ديال زيت الزيتون، وبقينا كنطيبو في المرقه يعني حتى نشفات ولات دمعه، يعني باش كتجي معلكه وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للا بريزونطاسيون زربنا بسرعه، هانتوما راه ديجا بداو هانتوما حيت حطينا ليهم توقي واخا الدغمه الاولى. الصحه والراحه. صافي هانتوما هاد الطبق ديال الحوت هو هذا. هانتوما داك البرتقال تيعطي حتى واحد الجماليه صافي. وهاد الطويجين هذا كيفاش جاك امين؟ جا بنين بزاف، باين. الله يعطيك الصحه. عطاك الصحه انت اللي صايبتي بنين بزاف. فكرنا في الصغر على الطاجين، الطاجين ديال الميمه هذا. تحيه ليك الميمه اللي شفتي لها الفيديو صافي. وبالنسبه للمقبلات ها هما يا فايت تشاركتهم معكم، غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالهم. هذه ديال البسباس وهذه ديال القرع صافي. ونخليكم هذه الساعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.